عايزين انا اعرض لك صوره تمام وكل الصور الاولى لها تعليق. ماشي. انت اخترت صور مع الاعداد صح؟ اخترت صور هم ضافوا صور وانا غرتهم لكم كلكم. بقى لا مش غرت لكش كل حاجه. بابا فاسيليو يعني اتظلم في البنك الاهلي يا عبد الواحد ولا اتظلم ظلم كبير؟ مش عايز افتح لان اتكلمت خلاص في المشاكل اللي قابلتنا في برنامج تاني، مش عشان ما اكونش بوجه انتقاد كبير للنادي، انا بكني كل احترام وتقدير للبنك الاهلي والمسؤولين ما عدا شخصين بس اللي انا قلت ذكرتهم قبل كده، مش عاوز اذكر اسماء. اتكلم عن اتكلم عن بابا فاسيليو ده يعني اخ كبير وصديق عزيز اتعلمت منه كتير. انا دايما اميدو دايما بقول انا من ضمن الناس اللي ما بتشتغل مع مدربين باخد منهم الحاجات الكويسه اللي تقدر تضيف لي. لو انا ربنا كرمني بقيت مدير فني يعني اشتغلت مع ميدو في دجله فاخد الحاجات اللي انا شايفها في ميدو كويسه، اشتغلت مع بابا فاسيليو اشتغلت مع مدربين كويسين زي اجانب ومصريين فباخد منهم حاجه كويسه. ده راجل استفدت منه كتير، عنده خبرات كبيره جدا، عرفت ازاي هو ان انا اقدر ازاي ابني الهجمه من تحت بتفاصيل بسمول ديتيلز التفاصيل الصغيره. ما انا ممكن اي مدرب يجي يقول لك انا عايز ابني من تحت واقعد اقول كلام عام بس مش قادر اوصله على ارض الواقع للعيبه. الراجل ده ضاف لي كتير ك ك ك ك كتمرينات عملي جوه الملعب ان ازاي الفرقه تبني من تحت تحت ضغط الخصم، فواجه له كل التحدي والتقدير. طبعا شخصيه محترمه جدا واضاف لي كثير يعني اتعلمت منه كتير. لو الزمن رجع بيك احنا مش هنجيب سيره حد وحش من الناحيه الفنيه، شويه حاجات تغيروها عشان البدايه تبقى افضل مع البنك الاهلي الموسم ده. يعني نهايه الموسم اللي فات كانت عظيمه جدا ونتائج ايجابيه، اعتقد 12 ماتش مفيش خساره وقدرتوا ان انتوا تنقذوا البنك الاهلي من الهبوط. هل الدعم كان المفروض يبقى مختلف؟ الدعم كان المفروض يبقى مختلف، وشايف ان الفرقه كان ليها في استراتيجيه معينه. النادي بيدفع مرتبات كبيره جدا في لعيبه لا تستحق المرتبات دي. انا بكلمك بامانه، انا راجل صريح. النادي بيدفع مرتبات لفرق تنافس وهو اوريدي بقاله 3 سنين بينافس على الهبوط او يعني في منافسه الهبوط، فالبادجت اللي معمول للميزانيه كبير جدا على مستوى اللعيبه الموجوده. في بعض اللعيبه اللي احنا جبناها ما كانتش اعلى حاجه او احسن اختيار. احنا كنا المفروض نبقى سوليد اكتر في نص الملعب، يعني كنا المفروض دفاعيا، لان انا دايما انا بحب الارقام. احنا استقبلنا اهداف في الفتره اللي احنا قعدنا فيها موقع هدفين في كل مباراه، ده بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي لا بالنسبه لي ده كتير جدا على اي فرقه عايزه تعمل اداء كويس. ممكن يكون احنا يعني اهتمينا كنا عايزين نلعب كوره وما لعبناش بواقعيه اكتر. في بعض الماتشات يا ميدو لازم تلعب بواقعيه اكتر، يعني في بعض الماتشات تبقى انت عايز تكسب الماتش ده تحديدا لان هو ده عنق الزجاجه بالنسبه لي. انا طالع من خسارتين فمن ماتشين من ست نقاط ما خدتش ولا نقطه، فالماتش الثالث بالنسبه لي هو فارق، لان لو خسرته لا الجهاز يمشي لا الفرقه حطت اتغرزت رجليها في حته صعبه وانت كنت مدرب وعايش وعارف كده. ففي بعض الاوقات كنا ممكن تلعب لعب، انا ما بحبش اتكلم ده المسمى ده، بس كان ممكن تلعب لعبه تجاري شويه، وان كنت انا بميل مش للمدرسه دي، بس من خبراتي 7-8 سنين في الدوري المصري ساعات في بعض الاوقات بتبقى عايز تلعب على النتيجه اكتر من الاداء. الراجل وانا معاه تماما لان كنت مؤيد، انا بحب انا الحمد لله وانا بلعب كوره ما كنتش اللعيب اللي هو الاجريسيف ولا التاكلينج، دفاعي ما كنتش احسن حاجه دايما يا ميدو، كنت راجل مهاجم كنت لعيب كبير يعني دايما. لما تبقى مدرب لما تبقى انت لعيب كورتك حلوه اختيارك للعيبه، لما تبقى مدرب تبقى عايز اللعيب كورته حلوه. انا كنت شويت كويس فدايما ابص للعيب الايه اللي بيشوط كويس وهكذا. المدرب لما يكون مدافع كويس وسيرد باك هيبقى عايز اللعيبه الايه اللي هي بتدافع وتاكلينج وسيرد باك، فهي كده نوعيه. الراجل كان وينج وانا كنت نمرة 10 فدايما اختياراتنا اللعيبه اللي هو اللعيب اللي كورته ايه كورته كويسه وستريم تحت حتى المدافع اللي جبته في الجهاز ما كانش بيعرف يدافع. ابو مسلم لا حبيبي ابو مسلم هو سامعك حبيبي ابو مسلم ابو مسلم خلاص عليك ويكلي الناس مش عارفه طبعا فطبعا استفدت نحكي القصه بتاعت ابو مسلم بتاعت كويكلي حبيبي طبعا استفدت من بابا فاسيليو كتير برضه له كل التحيه والتقدير. والراجل من خلال برنامجك انا كنت بكلمه النهارده وعارف ان انا طالع معاك برنامج بيشكرك ميدو، والله مش نفاق، انت عارف شخصيتي وانت عارف انا بواجه انت عارف شخصيتي ومعاشرني كويس. انا الحمد لله ما بخافش من حد ولا من حد وبقول في وشك انت كويس او وحش. الراجل ايه النهارده يعني كل التحيه والتقدير لميدو، داعم بصوره كبيره جدا 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 ومقتنع بفلسفتي وبشغلي
لانه كان لعب كره وقال لي كده انه لعب في ولعب في نيوكاسل. ايوه هو بيكلمني يقول عشان ميدو لعب في مستويات كبيره ودوري انجليزي وعارف وعنده النولج وعنده المعرفه وقاري ومتعلم ومثقف، هو عارف ان انا شغل عامل ازاي، فبوجه لك كل التحيه. هو مدرب كبير وان شاء الله باذن الله يرجع على الخط، يقف على الخط قريب باذن الله في الدوري المصري، مدرب من المدربين المميزين جدا على مستوى المهني وعلى المستوى اكيد الانساني. بابا فاسيليو. نروح الصوره اللي بعديها. اوتوفيستر، ذكريات حلوه مع اوتوفيستر طبعا. طبعا بص يا ميدو، هو يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو كابتن حلمي طولان طبعا، بوجه لهم كل التحيه والتقدير ليهم، لانهم هم حطوني في حته كويسه جدا. انا كنت لاعب صغير ناشئ ما حدش يعرفني في ترسانه، كنت بروح مكتب الشوي بتاع المنتخب بتاعنا الصغيرين، بس ما كنتش حد يعرفني برضه في الاخر. ملعب في نادي كانت ترسانه درجه ثانيه، وبعدين صعدت معاهم في الدوري الممتاز لما كان ابو تريكه والفرقه بتاعت ابو تريكه يعني سعود ومهند البوش والفرقه دي. لكن برضه النجوميه الترسانه وفرق كبير بين الزمالك والترسانه. اوتوفيستر امن بيك، هو الوحيد اللي شافني الماتش هو كابتن حلمي، وكلموني ورحت قابلتهم في مهندس هاني زاده في مهندسين. وكان له دور كبير جدا في انتقالي من ترسانة للزمالك، كان مصمم كان ليه مدرسه لعب. وانا يعني انا على فكره اوتوفيستر اول واحد صعدني الدرجه الاولى برضه، انا له فضل كبير جدا عليا عمري ما انساه بصراحه يعني. يعني هو اللي حاطيني دلوقتي لو يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ده هو وكابتن حلمي طولان بامانه يعني. وانا بوجه التحيه للكابتن حلمي طولان استاذنا وابونا وربنا يديك الصحه يا كابتن حلمي. ان شاء الله نشوفك قريب في على الخط برضه. نروح للي بعده. كابتن شوقي غريب، كابتن شوقي برضه جدا عليك طبعاً. طبعا وعلينا كلنا طبعا. لان انت شفت يعني الحمد لله كنا في جيل محترم، جيل عمل حاجه لمنتخب مصر وخد ميداليه برونزيه في كاس العالم في الارجنتين 2001. برضه ضميني في نادي كنت برضه في ترسانه صغير في السن مفيش حد يعرفني. طبعا انت عارف الاهلي والزمالك، لو انت لقيت كنت نجم كبير في يعني كنت الزمالك انت وجمال حمزه وعمرو حسن وجيل احمد كمال ومحمود وائل زنجا الجيل ده كله. فانا برضه امن بيا، وكان الكابتن شوقي من نوعيه الناس اللي كان في بدايه منتخب ميدو كان بيغير كتير يعني، يجيب كل معسكر 12 13 لاعب ويمشيهم كلهم ما يقتنعش بيهم. فانا اول معسكر رحته قلت يا عم انا هروح معسكر نادي انا في ترسانه درجه ثانيه، هياخدني معسكر بقى كنت مع الاهلي والزمالك مش هياخدني تاني. امن بيا واداني الثقه واداني السبورت والمسانده لحد ما كملت معاه. من ساعه ما رحت معاه اول معسكر ما غبتش ولا معسكر. رايك ايه واحد في اللي بيحصل معاه في المقاولين السنه دي؟ يعني والله هو في دروب رهيب انا مش قادر افهمه من فرقه يعتبر الحصان الاسود السنه اللي فاتت بميزانيه مش كبيره. خلي بالك ميزانيه المقاولين مش كبيره يعني، سالت حد في المقاولين كماليا يعني كفلوس قليل بكتير من انديه ثانيه، وعمل بيهم طفره مسكهم وهم بينافسوا على الهبوط قعدهم في اخر 6-7 مباريات، والموسم الثاني عمل موسم ولا اروع اللي هو السنه اللي فاتت. السنه دي في تغير شامل في النتائج، اتمنى توفيق ليه الفتره الجايه. هو مستوى المقاولين مش مستوى لا يليق بالنادي يعني وبيه هو كمدرب يعني. صحيح كابتن شوقي غريب يعني بنتمنى له التوفيق مع نادي المقاولين، وان شاء الله هو قادر، هو نفس الشخص اللي قادر زي ما عمل قبل كده على انتشال المقاولين من الموقف الصعب اللي هو فيه. المقاولين في المركز الاخير بنقطتين ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم. الناس كلها في منظومه المقاولين العرب ناس كلها محترمه طبعا محترمه جدا.